عد بالشرف ناس مؤدبين على رأي عادل إمام مؤدبين قوي يا خال، يعني قطعوا في الحتة الصح بعد البادي فلويدز سيل ممبر، يعني اختاروا اختار كويس، ظهر متابعينا كويس، ربنا يوفقهم بتقول فيسبوك. فنيجي للسيل ممبرين يا شباب. سيل ممبرين هتعرف لي عنه الأول مقدمة من ثلاث نقاط. أول حاجة فكر فيهم واحدة واحدة، إنه تفتكر أنت فكر معايا هيبقى thin ولا thick؟ I think لازم يبقى very thin، هو فعلا very thin، حتى بيقاس من 75 ل 100 أنجستروم. أنجستروم دي حاجة صغيرة جدا. واحد يقول لي طب ادينا الأنجستروم ده عبارة عن ايه؟ 10 أس ناقص 10 من المتر، يعني رقم صغير جدا. السنتي بيبقى 1 على 100 من المتر، الملي 1 على 1000 من المتر، ده بقى 10 أس ناقص 10، يبقى لازم يبقى very thin. عشان ليه؟ فكر، عشان الحاجات تعدي. طب تاني حاجة يا شباب، لازم يبقى إلاستيك. ليه؟ عشان لما أنا كده بضغط أي خلية طول النهار بننضغط، أحط إيده على المكتب، حط ظهره على الكرسي، لازم الخلية ترجع تاني للشكل الطبيعي، لازم تبقى إلاستيك مرنة. أهم كلمة في الام اس كيو الثالثة والرابعة يا شباب، دايناميك. احنا اتفقنا ان كل حاجة في الجسم بتتغير ما عدا اتنين، فاكرينهم؟ نيرف سيلز اند ماسل سيلز. فاكر النيرف والماسل اللي هناخده بكره باذن الله؟ هو ده الاستاتيك بس، اي حاجه ثانيه خدناها حتى مع البلازما بروتين تبقى دايناميك. طب النقطه الرابعه اهم، هل هو بيرميابل ولا امبيرميابل، منفذ ولا غير منفذ ولا شبه منفذ، سيمي بيرميابل؟ للاذكياء لازم الاجابه الصحيحه في الام اس كيو انه يبقى سيمي بيرميابل. طيب يبقى اللي فهمنا لو انه امبيرميبل ما بيفوتش حاجه الخليه تموت، مش هتلاقي حاجه تاخدها. طيب لو انه فريلي بيرميبل بيفوت كل حاجه، يبقى حاطينه ليه؟ ما نشيله ادام بيفوت كل حاجه، يبقى لازم يبقى سيمي بيرميبل. طيب النقطه الخامسه، كومبوزد من ايه؟ في كل المواد العضويه، بروتين وليبيدز وكربوهيدرات. طب اكتر حاجه فيه واهم حاجه هي مين؟ بروتين، 55%. كل حاجه نشطه في جسمك عباره عن بروتين. الليبيد والكربوهيدرات دي مواد مالئه وتدي الطاقه لكن مش اكتف. الاكتف بارت في السيل ميمبرين وفي كل حته في جسمك، في السيل نفسها جوه اللي هو مش موضوعنا، هو البروتين. فهنا في سؤال ام اس كيو، انا قلت لك حافظ الاسئله وورد وايد، تعال نقوله مع بعض. The more the cell is active, the more it's. كل ما السيلز كانت أكثر نشاطا، كلما كانت أكثر احتواء، اختار الإجابة الصحيحة للبروتين ولا ليبيد ولا الكربوهيدرات. الإجابة الصحيحة بروتين. The more the cell membrane is active, السيل ميمبرين الأكثر نشاطا أكثر احتواء على بروتين. فزي ما بقول احنا مش جايين نقرأ مع بعض، احنا lectures موجهة واحنا بنشرح فاهمين في الاسئله بتيجي، مش هنشرح وفي الاخر نتفرج مع بعض الاسئله جت في ايه. ده يبقى كلام فارغ، ده يبقى كتاب جايين نقرا وتنتهي بنتائج مروعه. اتس يعني تارجت، عندنا تارجت ماشيين له، عارفين واحنا بنشرح فين السؤال. فهنا السؤال قلنا ان هو دايناميك مش استاتيك، انه سيمي بيرميبل، امبيرميبل غلط، فريلي بيرميبل غلط. الا اذا حدد، هل يقول لك هل هو فريلي بيرميبل تو ووتر اند اوكشن؟ طبعا. انك لو قال لك في العموم كده السيل ميمبرين بيفوت كل حاجه ولا ما بيفوتش ولا حاجه؟ لا طبعا هو سيمي بيرميبل. لكن لو خصص وقال لي ميه واكسجين دول بالذات، غذاء وهواء، فريلي بيرميبل عشان تعيش الخليه. كومبوزد من ايه؟ من ثلاث حاجات، بروتين ليبيدز اند كربوهيدرات، المواد العضويه الثلاثه. أكثرهم وأهمهم البروتين 55%، ده الأكتف بارت. يبقى مقدمة في السيل ميمبرين من خمس نقط، وما عشقت مثل عشق النظام. نقولهم تاني، ثيك ولا ثين ولا فيري ثين؟ اختار أنت. فيري ثين. إلاستيك ولا طف؟ إلاستيك. دايناميك ولا ستاتيك؟ دايناميك. الرابعة أهم، سيمي بيرميبل، شبه منفذ. والخامسة أهم، أهم حاجة فيه البروتين 55%، وده الأكتف بارت.
الليبيدز 42% معظمهم فوسفوليبيدز واقل كوليسترول، كربوهيدرات 3%. هنا بقى خد بالك مع شقت مثل عشق النظام، احب النظام قوي. رقم السعد اللاك نمبر في شرح الليبيد والبروتين والكربوهيدرات خدت بالك منه هو رقم ايه؟ 2. يبقى كل حاجه نقول 2 زي الاوتوميك لو عايزين نفكر ايه هما. فالليبيد، الليبيد باي لاير، يعني بص اهو السيل ممبرين اهو، ده السيل ممبرين، دي السيل وده السيل ممبرين، معمول من طبقتين تو لايرز، وهفهمك بعد شويه ليه هو تو لايرز. تو لايرز يبقى اول حاجه باي لاير، معمول من ايه الباي لاير دي؟ من فوسفوليبيد مولكيول، خلاص فوسفوليبيد مولكيول. الفوسفوليبيد مولكيول جزئين، في هيد وتيل، حتى التيل بيبقوا اتنين، هيد وتيل. هقارن في جدول ام اس كيو مهم جدا، ايه الفرق بين الهيد والتيل؟ الهيد اكستيرور بتبقى لبره وهيدروفيليك بتحب الميه، اما التيل انتيرور لجوه وهيدروفوبيك، هيدرو يعني ميه وفوب يعني يكره. تعال نفكر بهدوء، ليه انا خدت النقطتين دول مع بعض؟ قلت اكستيرور لانه هيدروفيليك والتاني انتيرور لانه هيدروفوبيك. بص معايا للرسمه كده، فين الميه؟ في ميه اكسترا سيلر بشاور عليها بالليزر هنا، وفي ميه انترا سيلر. فتحصيل حاصل ادام انت قلت الهيد بيحب الميه لازم يروح للميه، طب الميه هنا وهنا، يبقى لازم الهيد اللي هو هيدروفيليك يبقى اكستيرو، طب التيل كاره الميه يبقى يدر عنها، يبقى لازم يبقى انتيرو. حتى نجات صغيره كانت بتقول ساكن قصادي وبحبه، الواحد لما اللي ساكن قصاده ده بيحبه، اللي بيقعد قصاده بيحبه. هفسر لك حاجه اصعب يمكن ما قالها لكش في المحاضرات. طب هما ليه تو لايرز؟ تخيل انت الفوسفوليبيد مولكيول اللي هو عباره عن هيد وتيل ده زي السمكه عاوز يشرب، ففي ميه جوه انتراسيلر وميه بره، يبقى كان لازم الفوسفوليبيد مولكيول توزع روحها الى مجموعتين، مجموعه تتجه للميه اللي جوه انتراسيلر ومجموعه تتجه للميه اللي بره اللي هي الاكسترا سيلر، عشان كده اصبح باي لاير. قلت احنا جايين نفهم مش هنقرا مع بعض، هما باي لاير ليه؟ بسبب نفس الظاهر اللي قلتها. يبقى الاول تربط الكلام صح، اللي هيدروفيلك هيبقى ناحيه الميه اللي هو الهيد يبقى اكستيرو، اللي هيدروفوبيك اللي كاره الميه يدفن روحه جوه يبعد عن الميه اللي هو التيل. طب ليه تو لايرز؟ لان في ميه جوه وبره، فلازم المولكيول توزع روحها الى مجموعتين، مجموعه تروح للميه اللي جوه ومجموعه تروح للميه اللي بقى بره. النقطتين اللي بعديهم، الهيد فيها فوسفيت جروب، الفوسفيت جروب فيها شايف نيجاتيف تشارج زي ما قلنا تبقى تشارجد، التيل فيها فري فاتي اسيد تبقى انتشارجد. يبقى انا الجدول اللي هو من اربع نقط وبيجي في الام اس كيو خدت كل نقطتين متعلقتين ببعض مع بعض، وده بقول لك المذاكره فن، التحصيل فن ثاني. يبقى اللي هيدروفيلك تبقى اكستيرو، اللي هيدروفوبيك تبقى انتيرو، اللي فيها فوسفيت جروب اهي تبقى تشارجد، اللي فري فاتي اسيد تبقى انتشارجد. لما يبقى مولكيول يا شباب في جزء بيحب الميه وجزء ما يحبش الميه، جزء هيدروفيلك وجزء هيدروفوبيك، نسميه أمفي باثيك، يعني في ثنائية أمفي باثيك. كلمة صعبة حتى كنت بقولها للطلبة، إن كنت أقول أنت تخيل كده الممتحن هو يسألك الخاصية دي اسمها إيه؟ بصبعين روح امسك مناخيره وقول له اسمها أمفي باثيك، امسك مناخيره أمفي باثيك عشان تفتكرها. خلاص؟ أمفي باثيك. ده الفوسفوليبيد. تاني حاجة إن في كوليسترول، ما إحنا قلنا في فوسفوليبيد وفي كوليسترول. الفوسفوليبيد ده مسؤول عن الفلكسبيليتي، ان قلنا انها الاستيك فلكسبل زي المسطره البلاستيك كده قابل للانثناء. اما الكوليسترول ما احنا مش عايزينه يتكسر برضه، مسؤول عن التوفنس اوف ذا ممبر. يبقى خلصنا اصعب حاجه وهي الليبيد، يبقى كل حاجه اتنين، كام لاير؟ باي لاير. كام نوع؟ هما نوعان، فوسفوليبيد ان كوليسترول هشاور لك عليها. طب والفوسفوليبيد مولكيول جزئين، هيد وتيل، اكشلي هو هيد وتو تيلز. طب هتقارنهم ازاي؟ كل نقطتين مع بعض، الهيدروفيليك اللي بيحب المايه يسكن قصاد المايه، المايه بره وجوه،
يبقى اكستيرو، يبقى يتجه لطرف الممبر ناحيه المايه اللي جوه الانترسيلر، والمايه اللي بره اللي هو الاكسترا سيلر زي ما شفناها في الرسمه اهي. يبقى لازم هنا مايه وهنا مايه، يبقى في الجزء الخارجي بالممبرين، لان هنا في مايه وهنا في مايه. اللي فيه فوسفات جروب يبقى تشارج، اللي فيه فري فاتي اسيد يبقى ان تشارج. باقي نقطه قال لي طالب انت ما يعني كده هنحفظها، مين مسؤول عن الفلكسيبيليتي اللي هو قابليه الانثناء وانه يعني مرن، ومين مسؤول عن الطفنس؟ حتى دي هفهمها لك. مرض تصلب الشرايين مرتبط بايه في الاكل؟ طالب قال لي الكوليسترول، قلت له خلاص يبقى الكوليسترول بتاع التصلب في الاكل يبقى هو اللي مسؤول عن الطفنس. يبقى عيب قوي، عيب قوي ان احنا مش في كتاب تقعد تحفظ وما تفكرش. الفسيولوجي كما الحياه، نص المعلومات تستنتجها من الحياه، تماثل الحياه. يبقى الكوليسترول بتاع مرض تصلب الشرايين يبقى طفنس، خلاص يبقى الفوسفوليبيد هو اللي مسؤول عن الفلكسبيليتي. ننتقل لتاني حاجه وهي البروتين. بروتين واخد شكل جلوبولار يونتس، كور اهي، اديني رحت للرسمه بالليزر، كور جلوبولار يونت، جلوب يعني كوره. في نوعان، كم نوع؟ قلت كل حاجه اتنين، يا انتجرال واخد الهول ثيكنس، انتجرال يعني على بعضها كده واخد سمك الممبرين كله، يا اما بريفرال اهو اللي بشاور عليه، بريفرال يعني خارجي. وخد بالك نقطه مش فاهمها كثير من الناس، ان البريفرال جزء من الانتجرال، يعني حته من الانتجرال كده بتعمل بروز يبقى هي دي البريفرال، يعني مش البريفرال لوحده والانتجرال لوحده. العبط ده ما بحبوش، بلاقي ولاد صغيرين من الزملاء فاهمين فهم مخلوط. طب هتفهم الطالب ازاي؟ ما هو فاقد الشيء لا يعطيه. يبقى البروتين جلوبولار يونتس، لو واخد الهول ثيكنس نسميه انتجرال. لما اروح اشتري كده من البقاله قرص جبنه رومي على بعضه اقول له لا ما تقطعليش هاخده كله، انا باخده انتجرال على بعضه كله. لما يبقى بره يبقى بريفر. طب من غير ما تفكر تفتكر كل واحد ليه كام وظيفه؟ وانا قلت رقم الساعه دي ايه؟ ذكرني كده لا بنسى. اتنين. فالانتجرال هو ده اللي بيشتغل كتشانل، وطبعا من المقبول ان التشانل عشان تبقى لها معنى لازم تبقى واخده السمك كله بتاع الممبرين، عشان الحاجه لما تدخل فيها ما توقفش في النص، لازم تبقى واخده الهول ثيكنس. فالانتجرال بيشتغل كتشانلز. تاني شغله اللي هي الرسمه اللي تحت، اشتغل ككارير، يمسك ماده جوه الخليه كده ويلف بيها زي القرص يرميها بره، او ماده بره ويلف بيها يرميها جوه كارير، يبقى برضه لازم ياخد الهول ثيكنس. طيب البريفرال نوعين، يا انزيم يا ريسبتور. انا مش فاكر مين بريفرال بره ومين بريفرال جوه، هو 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 بالفهم الميتابوليزم كان جوه الخلايا ولا براها؟ انت قلت جوه، وبيعتمد على ايه؟ على الانزيمز، يبقى لازم الانزيمز تبقى جوه بريفرال بس جوه لجوه. طب والريسبتور المستقبل يبقى بريفرال بس لبره. ده الذوق والكياسه والاتيكيت يقتدي ان لما اقابل واحد اطلع له على الباب مستقبل يبقى لبره. يبقى ده البروتين، يبقى البروتين في شكل كور جلوبولار يونتس، والكور نوعان كل حاجه اتنين، يا انتجرال يا بريفرال، وكل واحد بيشتغل وظيفتين، ولازم الوظيفه تناسب التركيب. هنا التشانل لازم يبقى انتجرال، الكارير يبقى انتجرال، انما الانزيم او الريسبتور ده بره بس وده جوه بس، الانزيم جوه والريسبتور بره. نيجي ننتقل للكربوهيدرات، وده برضو نوعان. الكربوهيدرات مش موجود لوحده، يا ماسك في بروتين يسموه جلايكوبروتين، يا ماسك في الليبيد يسموه جلايكوليبيد. طب وظيفته؟ اتنين، كل حاجه اتنين. ريكوجنيشن سايت، دي مهمه جدا، يعني مكان للتعرف. انا بشبهها تملي تشبيه سهل ولطيف. انا بتخيل يا اولاد ان احنا عندنا تريليونز اوف سيلز، تريليونز. ازاي جهاز المناعه يعرف ان الخليه دي بتاعتنا فما يلفظهاش، او الخليه دي من بره بكتيريا او فيروس او كليه لانها غلط فيلفظها؟ ربنا عمل حاجه لطيفه جدا، خلى كل خلايا الجسم لابسه بادج كده، يعني عارف زي المدارس بيلبسوا حاجه عشان تقول لك دول ولاد المدرسه، دول ولاد المدرسه الاخرى مش تبعنا. هذا البادج اللي محطوط على السيل ممبر، عشان كده في السيل ممبر من بره، مصنوع من
كربوهيدرات. يبقى اهم وظيفه للكربوهيدرات انه بيدخل في تركيب الريكوجنيشن سايت، المكان الذي يمكن لجهاز المناعه الاميون سيستم ان يتعرف به هل ده تبعنا ولا مش تبعنا. تركيبه موجوده مشتركه في كل خلايا جسمك وتختلف عن اي شخص اخر الا اذا كنتوا ايدنتيكال توينز، يعني توائم من بويضه واحده. في الحاله دي تبقوا زي بعض، عندكم نفس العلامه، يساعد الاميون سيستم. تاني حاجه ان الخلايا بتلزق في بعض، بتمسك في بعض، مش كل واحده سايبه. الكربوهيدرات بيساهم في هذا الادهيجن. برضو جمله لطيفه ما بيقولهاش معظم الزملاء لكنها بتوريك تركيب الممبرين بالظبط ازاي، ان هذا الممبرين لو عاوز بقى تخيل حقيقي ليه، هو عباره عن فلويد ليبيد بايلير. يعني احنا قلنا دول عايمين، يبقى عباره، تخيل الممبرين ده عباره عن ميه فيها ليبيد، فيها صوره تو لايرز يسبح ما بينهم، فلوتينج عايم ما بينهم بروتين اند كربوهيدرات. ده التخيل الصحيح 100% اللي بيغيب عن كثير من الزملاء. السيل ميمبرين ده مش حيطه سوليد يعني حديد خشب، لا، ده فلويد من ليبيد، يعني الليبيد في حاله سائله وعامل تو لايرز زي ما انت شايف، يعوم فيها بروتين اند كربوهيدرات. يبقى ما عشقت مثل عشق النظام يا اولاد، ودي الحاجه اللي عاوزكم تتعلموها وتطلعوا بيها، انه السيل ميمبرين تتكلم عليه في خمس نقاط في الاول، بروفايد سؤال نظري ومش سؤال نظري، مش هقولهم تاني، انت هتراجعهم. وبعدين في ثلاث حاجات، ليبيد وبروتين وكربوهيدرات. لاحظت حتى في الشرح مين الاكتف بارت، مين اللي تشانل وكارير وانزايم بيشتغل، البروتين. عشان كده قلنا ان البروتين دي اكثر 55% وانشط الاجزاء، it is the active part. كلما كان الممبرين اكثر نشاطا، سؤالي مش مهم جدا، كان اكثر احتواء للبروتين. the more the cell membrane is active the more its protein content. ثم بعد كل حاجه اثنين، الليبيد باي لاير ونوعين، يا فوسفوليبيد يا كوليسترول. ذكرني هو مين مسؤول عن التوفنس؟ كوليسترول. والفوسفوليبيد نوعين، يا هيد يا تيل، وكل واحده هناخد نقطتين مع بعض متعلقين ببعض. طب البروتين جلوبولار يونتس نوعان، يا انتجرال يا بريفر، وكل واحد له وظيفتين، هنا يا تشانل يا كارير، وهنا يا انزيم ريسبتور. طب الكربوهيدرات نوعين، شوف جلايكوبروتين او جلايكوليبيد، وليه وظيفتين. هو ده البادج اللي بيشترك في كل خلايا جسمك ويختلف عن بقيه الناس اللي في الدنيا كلها، الا اذا كنت ايدنتيكال توينز. ريكوجنيشن سايت يساعد الاميون سيستم ومهم في الاديشن. ايه اهميه ان انا اقول كل حاجه قبل ما اقول اثنين يا شباب؟ I am not kidding. It's not for fun. ده علم هبقى ادرسه لكم في السيكولوجي اسمه mental set. لما يبقى عندك تهيؤ ذهني ازاي المعلومه هتتقال، يستقبلها المخ ويبقيها، يعمل لها ريتنشن وريتريفال، استرجاع اسهل. بس طبعا بقول اللي ما يعرفش يقول اي حاجه او بيقولوا اتنين بس، لا مش كده، هي لها قيمه جدا وهتعرفها، ومش محتاج ان حضرتك تعرفها وورد وايد. واشكو احمد الله اولا واخيرا، اي هاف ا لوت اوف زملاء في العالم كله هم كانوا بالامس يعني درستهم، وحاجه افتخر بيهم في كل حته في الدنيا، هم مبعث فخري، هم كنزي الحقيقي في الدنيا دي، اللي طلعت بيه في الدنيا دي هم هؤلاء الزملاء اللي درستهم صح وفهمتهم صح. تقل بقى، اقلب الصفحات من فضلك، للترانسبورت يا اولاد. ناخد الترانسبورت. طيب معلش انها عايزين اعاده هنا. ترانسبورت الانتقال، انا بسمي السيل ميمبرين ده سور الصين العظيم. ده انا لا ابالغ لما اقول ان سور الصين يتوارى خجلا امام السيل ميمبرين. وعشان عبال ما اعملها اقول لك فقره معلومات، ايه الحاجه الوحيده لو وقفت على القمر تشوفها بالعين المجرده على البلانيت ايرث، على الكره الارضيه، حاجه من صنع الانسان؟ لأنك طبعا تشوف البحر، ده مش صنع الانسان. ايه الحاجه اللي مان ميد وانت واقف على القمر وبالعين المجرده تشوفها؟ سور الصين. دي المعلومه الثالثه في فقره المعلومات او الرابعه.
سور السين ده بقى يتوارى خجلا امام سيل ممبرين، خجلا. طيب بص معايا، كيف نعبر هذا السيل والسور العظيم؟ في ثلاث طرق للعبور. هما ده بقى السؤال النظري المهم والسالف، واهم واحده هي نمره واحد. يعني هتقول لي فين دره الحصه؟ الترانسبورت. ده احنا خدنا الاستراكشر عشان نفهم الترانسبورت. بنعبر هذا السور العظيم بثلاث طرق. اول طريقه اللي هي ديفيوجن، ومعناها الانتشار، ودي الطريقه الوحيده التي لا تحتاج الى طاقه، باسيف مش عاوزه اي تي بي. الطريقه الثانيه اكتف ترانسبورت، ومعناها النقل النشط، يبقى عاوز اي تي بي. الطريقه الثالثه اسمها فيزيكولار ترانسبورت، النقل الحويصلي، فيسيكل يعني حويصله، يعني هنحط الحاجه في حويصله في السيل ممبرين ونعدي السيل الهول تيكنس السيل ممبرين ونطلعها. يبقى في كام طريقه لعبور هذا السور العظيم؟ ثلاثه، ديفيوجن، اكتف ترانسبورت، فيزيكولار ترانسبورت. الوحيده، خد بالك ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو، اللي مش عاوزه طاقه هو الديفيوجن بانواعه الثلاثه، لان الديفيوجن قلنا ليه ثلاث انواع. تدي اهم نوعه هو الديفيوجن، الانتشار. برضه نيجي المنتال سيت، هتكلم عليها في كام نقطه، عشان كده قلت الدياجرام دي مهمه جدا، ويا ريت زميل يقدر يحطهم لنا على فايل ويبقوا افيلابل لكل الطلبه، كل حاجه مع بعض. في اربع نقط اهو مصادق. الديفيوجن بيحدث، حب رسومات طفوليه، مع التدرج، with gradient، along gradient، down gradient، كل واحدة في دي تعلمها صح. الديفيوجن مع التدرج، along gradient، down gradient، وبرسم رسمة طفولية، طفل بينزل على سلوب، على زحليقة اهي. طيب، إيه أنواع الجريدينتس؟ لو بتتكلم على ملح، يبقى من تركيز عالي لتركيز واطي، يبقى يسميها concentration gradient. على غاز، ما تقولش كونسنتريشن، من ضغط عالي الضغط قليل يبقى بريشر جريدينت. على اين نيجاتيف بيروح لاين بوزيتيف يبقى ده يسموه الكتريكال جريدينت. يبقى في كام نوع من الجريدينتس؟ ثلاثة، كونسنتريشن وبريشر والكتريكال. الجملة الجاية مهمة قوي. طب ساعات الايونات بتستخدم تو جريدينتس، يبقى الايون تركيزه عالي في ناحية وتركيزه واطي في ناحية، يبقى كونسنتريشن جريدينت. في نفس الوقت في بوزيتيف وفي ايونات نيجاتيف الناحيه الثانيه، يبقى الكتريكال. ما نسميهاش كونسنتريشن الكتريكال، نسميها الكتروكيميكال جريدينت. يعني لما يبقى في تو جريدينتس، الكتريكال اند كونسنتريشن، نسميها الكتروكيميكال جريدينت. شوف كل حاجه بنفصصها ازاي وبنفهمها مع بعض عشان تطلع فاهم، معلومات مستقره تقدر تحاور اي انسان. وبقول في اونه كثيره مستواكم بيبقى أفضل من كثيرين، ومفيش داعي أفسر أكتر من كده. يبقى أول نقطة عن الديفيوجن إنه بيحدث with، صح، along gradient صح، down gradient صح، والجريدينت ثلاث أنواع. في حالة الأملاح salts concentration، الغازات استخدم التعبير الصح pressure، الأيونات electrical. طب ساعات الأيونات تبقى من تركيز عالي الوطي والنيجاتيف رايح للبوزيتيف، بنسميها electro مش concentration، electrochemical. النقطة الثانية، واحنا حفظنا بعض بقى دلوقتي، ليه حطيتهم مع بعض؟ لأنها هتستنتجها من اللي قبلها. طب كونه مع التدرج، طفل نازل على زحليقة يحتاج إلى طاقة؟ لا، تبقى عملية باسيف. ولما نقول باسيف نقصد نوع أدينوزين ترايفوسفيت، إن حضرتك ما بتدفعش حاجة. لكن 100% في طاقة. يعني الموليكيول بتتحرك ازاي؟ بس دي بقى ما تقولهاش للزملاء لا تلخبطهم. اي حركه الموليكيولز عاوزه طاقه، ثيرمال انرجي. الموليكيول بتتحرك بالطاقه الحراريه، وعندي دليل ان ات ابسوليوت زيرو تمبريتشر، في درجه صفر، بتتوقف حركه الموليكيول. بس حضرتك الطاقه الحراريه طاقه الشمس، انت مش دافع فيها حاجه، فانت بالنسبه لك مش حاطط اي تي بي، يبقى باسف. يبقى باسف عشان انت ما بتدفعش طاقه، مش ما فيش طاقه خالص. وهدي نفس المثال في الطفل اللي على السلوب، هو الطفل ده نازل لوحده كده؟ لا، نازل بطاقه الجاذبيه، بس هو ما بيبذلش مجهود، يبقى نازل باسف، هو ما اداش طاقه، انما في حاجه بتشده اللي هي الجاذبيه.
انت ما في حاله الديفيوجن موليكل في تركيز عالي وموليكل في تركيز قليل بتتحرك بايه بالطاقه الحراريه بس انت ما دفعتش حاجه فنقول عليها باسيف ما تناقشهمش المناقشات دي ما تلخبطهمش عشان مره مناقشه مع زميل عشان افهمه الحته دي باسيف مش معناها مفيش طاقه من اي نوع باسيف يعني انا باسيف بالنسبه لي انا ما بحطش طاقه زي الطفل نوع كبير النقطه الثالثه الفاكتورز والنقطة الرابعة التايبس نيجي الفاكتورز هم يكتبوا خمسة يقول لك في خمسة فاكتور هذا خطأ هنقول خمسة فاكتور كإجزامبل مش هم خمسة كإجزامبل لما الفاكتور أكتر من خمسة تعال نشوف فاكتورز أفكتنج ديفوجن برسمة طريفة وصغيرة تناسب الأطفال في ثلاث عوامل دايركتلي بروبورشنال تناسب طردي لو تركيز C1 هنا كمفروض اكتبها اسفا اعلى من C2 يبقى هنا دي C1 ودي C2 ودي الاريا بتاعت الممبرين لو تركيز C1 اعلى من C2 كل ما زاد فرق التركيز كل ما معدل انشار زاد يبقى تناسب طردي يبقى نحطها فوق يبقى انا حطيتها في معادله تحت يبقى الديفيوجن ريت تحت اهو بيتناسب طرديا يعني يبقى فوق مع فرق التركيز C1 ماينس C2 كلام بتاع اطفال كل ما الاريا زادت مسطح الممبرين زاد الديفيوجن يزيد لان تبادل غازات في رئتين 100% افضل منه في رئه واحده ليه؟ عشان الاريا اكبر يبقى نحط الاريا فوق اهي بص اهي جات اهي كل ما التمبريتشر زادت الموليكيول هتحرك اكتر يبقى معدل انتشار يزيد بدليل بدي مثال طفولي حط كونتينر على موقد كل ما الميه تدفى تلاقي الموليكيول ابتدت تتنطط لحد ما تلاقيها طارت خالص يبقى بيديها ثيرمال انرجي والدليل ان لما الحراره تنزل للابسولوت زيرو تمبريتشر الريت اوف ديفيوجن يبقى صفر اهي دي الحراره اللي بحكي لكم عنها بس حضرتك دي الحراره دي انت مش دافع فيها حاجه دي حراره الشمس ثيرمال انرجي بتحرك الموليكيولز في الدنيا كلها انت نقول باسيف على اساس حضرتك ما بتحطش اي تي بي يبقى ثلاث عوامل خدناهم تناسب طردي فرق التركيز سي 1 ماينس سي 2 اريا اند تمبريتشر واثنين تناسب عكسي كل ما سمك الممبرين زاد thickness نسميها distance of diffusion المشوار اللي هتمشي الموليكيول نسميها length of diffusion كل ما زاد معدل انشار هيقل يبقى نحطها تحت تناسب عكسي مع سمك الممبرين طيب كل ما حجم الموليكيول زاد الموليكيول كبرت يبقى مرورها ايسر يعني اسهل ام اصعب 100% اصعب يبقى تناسب عكسي نحطها تحت بس اهم حاجه تحط هنا السكوير روت موليكولار ويت مش مع الموليكولار ويت مره رئيس قسم فاضل كان حاطط السكوير روت على الاثنين على الموليكولار ويت واللينث لا السكوير روت على الموليكولار ويت بس وتاكدت في ساعتها ان هو مش فاهم حاجه اولا دي معلكش ليه التناسب مع السكوير روت معلكش خالص دي هما ما يعرفوهاش ومش هيسالوك فيها طالما قال لي بس قولها لنا كده اللي فهمنا منها بيبقى كويس تعال اقول لك ليه التناسب مع السكوير روت يمكن تخيل موليكيول دي انها دائره صح يبقى بتكبر ومساحتها تزيد بنسبه ايه عارفين مساحه الدائره تساوي ايه ثابت في نقط تربيع اللي هو الريدياس تو ذا باور 2 ده نقط تربيع حتى كانوا يسموها في العربي يبقى كل ما نصف القطر نقل هي نصف القطر كل ما الراديوس زاد الدايره حجمها بيزيد تربيع اس 2 طب هنا التناسب عكسي ايه اللي عكس تربيع الجذر لما احطها عكسي التربيع يبقى جذر يعني انت 2 اس 2 بكام ب 4 طب عشان ترجعها 2 تعمل ايه تاخد ايه جذر 4 يطلع 2 يبقى ده ليه التناسب مع الجذر؟ انها بتكبر بنسبه مربع نصف القطر. الموليكيول بيكبر، طب ده لو كان تناسب طردي كنت حطيت الموليكيول فوق
قص 2، لكن دوت تناسب عكسي بالعكس، يبقى احط الجذر التربيعي الموليكيول. فلقيت الزميل الفاضل حاطط لي السكوير روت على الاثنين على اللينث والمريكر سايز، قلت ده لا يمكن يبقى له علاقه بالفيسيولوجي ولا بالرياضه ولا باي حاجه. ولا تنسى زي ما بقول يا شباب ان انا في البدايه ما دخلتش طب، دخلت فنيه عسكريه. This is why مخي مرتب منظم في نقاط وحسابيا، وعندي واحد زائد واحد يساوي اثنين في المعلومات، ما فيش تهريك. يبقى ده الفاكتورز. طيب هجيبها لكم دي سؤال ام اس كيو في الفاكتور. اصعب حته فيها لو جبت لك موليكيل قد موليكيل، موليكيل ايه قد موليكيل بي اربع مرات، يبقى مين يعدي اصغر؟ طبعا الاصغر. يبقى الموليكيل الكبير هيعدي اصعب اللي هو ايه اربعه والبي واحد، يبقى نسبه مرور بي الى ايه المفروض تكتب الاول اربعه الى واحد بالعكس. بس هي مش مع كده، مع الجذر. يبقى تاخد جذر اربعه وجذر واحد، يبقى جذر اربعه باتنين وجذر واحد بواحد، تبقى النسبه اتنين الى واحد. دي اصعب مساله هنا، وهي تناسب طالب في ثالثه ابتدائي. يبقى فهمت ان الصعوبه بتزيد. تخيل الموليكيل دايره، لما نصف قطره بيزيد مساحته بتزيد بمعدل زياده نصف القطر، لا تربيع نصف القطر، طه ناق تربيع، الريدياس باور 2 ثابت في الريدياس باور 2. يبقى الصعوبه هتزيد تربيع اس 2. طب يبقى ما هو عكس اس 2 باور 2؟ الجذر. عشان كده حطوها سكوير روت. ده للواجهه الاجتماعيه، ده ما حدش من الزملاء هيسالك فيه لسبب بسيط انا قلته لك. هم دلوقتي اما يسمعوني هيعرفوها، اي هوب يفهموها. انا متاكد نصكم على الاقل فهمها. اللي فهم يرفع ايده، انا شايفكم كلكم فاهمين. جود لك. يبقى ده الفاكتورز. فاضل التايبس بقى يا شباب. يبقى الديفيوجن اربع نقاط، عشان ما نتوهش نقول تاني انه بيحدث with or along or down gradient. دي اديتني النقطة الثانية، أدام مع التركيز داون جريدنت يبقى مش عاوز طاقة، باسف. باسف تقولها صح، مش مفيش طاقة خالص، نو اي تي بي. اللي بيحرك الموليكيول هو التمبرتشر اهو، بدليل عند الزيرو تمبرتشر، ابسوليوت زيرو تمبرتشر بيوقف الديفيوجن. يبقى ويذ الونج اور داون جريدنت، وعليه يبقى باسف. باسف نعني نو ادينوجين ترايبوسفيت، أنا مش دافع حاجة، يبقى بالنسبة لي أنا باسف. طب والفاكتورز كاتبين خمسه هم. ثلاثه دايركتلي، تناسب طردي دايركتلي بروبورشن تو كونسنتريشن جريدينت تو اريا تو تمبرتشر. انفرسي بروبورشن دي تجيلك بثلاث طرق، للثيكنس صح، الديستانس اوف ديفيوجن المسافه اللي هنمشيها الموليكيول صح، اللينث اوف ديفيوجن صح، واهم واحده هنا ايه بقى؟ انفرسي بروبورشن تو ذا موليكولار سايز، مش الموليكولار، انفرسي. يعني لما يجي لك موليكيول قد موليكيول اربع مرات، هالمساله هتحلها بطريقتين. يبقى النسبه الاول تقول ان الاصغر هيبقى اربع مرات قد الاكبر، يبقى تقلب الاعداد، دي اول خطوه. اربعه لواحد، متخيل عندك ايماجينيشن، يبقى تعكسه تبقى واحد الى اربعه لسه، وتاخد الجذر التربيعي. الجذر بتاع واحد واحد، الجذر بتاع اربعه اثنين، يبقى دي هتعدي قد ايه مرتين. دي تبقى بالشكل ده. طبعا انا عاوز اقول لك ليه هما مش خمسه فاكتور بس، هديك فاكتور هيكتبوه بعد كده حتى هم. هو كل ما الموليكيول تدوب في الممبرين تعدي اكتر ولا تعدي اقل؟ فكر فيها. كل ما الموليكيول تدوب في الممبرين طبعا تعدي اكتر، يبقى فين السوليبيلتي هنا؟ ما هي تناسب طردي مش كبنا. اقول لك حاجه هيكتبوها مع الريسبريشن، ان ليه الكربون دايكسايد بيعدي اكتر من الاكسجين؟ لانه بيدوب في الميه بتاعت الممبرين 24 مره قد الاكسجين. ده اهم فاكتور مش مكتوب هنا خالص. فما تقول فاكتورز افكتنج تقول مثال، انا هدي اكزامبل اللي مكتوب دلوقتي خمسه، لكن هم اكتر من خمسه بكثير. يعني لو انا كتبتها ما ازود حاجات كتيره السوليبيلتي. الناس اللي بتسمعني اي هوب في جامعات ثانيه بكبنا. طيب اقلب الصفحات من فضلك، صفحه ما قبل الاخيره او الاخيره لو الوقت داهمنا. نيجي الديفيوجن ثلاث انواع يا شباب. اول نوع اللي هو السمبل ديفيوجن، اللي هو الانتشار البسيط. تاني نوع
هيسموه الفاسيليتيتد ديفيوجن، انتشار المساعد. عشان كده قلت الترجمه هنا مش حلوه. هو بيقصد سمبل ديفيوجن، مش بسيط، يعني غير مساعد، يعني الماده بتعدي لوحدها. ده معنى كلمه سمبل ديفيوجن، مش بسيط لوحدها، يا تعدي لوحدها يا نساعدها. يبقى السمبل ديفيوجن لوحدها، نساعدها تبقى فاسيليتيتد ديفيوجن. ده النوع الثاني. النوع الثالث الميه بتمشي بالديفيوجن برضه، بس اسمه اسموزس. يبقى في ثلاث انواع من الديفيوجن. لو لوحدها سمبل ديفيوجن، هنساعدها بكارير، يبقى ليها اسمين، فاسيليتيتد ديفيوجن او كارير ميديتي، ساعدناها بكارير. وثالث نوع اللي هو يختص بالميه اسمه اسموزس. الرسمه دي اوليات حصاد السنين، وعايزك تبصوا معايا كويس فيها. هما بيعملوا في بعض الجامعات عندنا حاجه ما شفتهاش في الدنيا هنا، ان يمسكوا كل ماده ويقولوا بتعدي ازاي. في الحاله دي بقى المفروض عشان اجاوب السؤال صح اكتب بقى كل المواد اللي في الدنيا، اقعد اكتب فيها لحد الى ان تقوم الساعه باذن الله. محدش في الدنيا يعمل كده. هنا ما بيعملوش، ما بيكتبوش العرض السيء ده، بيكتبوا فيه ثلاث طرق للعبور، وانت الماده اللي عاوزها تشوف تعدي ازاي. طب هل الثلاث طرق دي يعني هنحفظها ولا هنفهمها؟ اظن انت عارف الاجابه، ده في الداري فاهمه. الرسمه الدياجرام اللي قصادك ده من فضلك، انا قلت ربنا خلانا ثينكر اند ايماجينتيف، نتخيل ونفكر. انت شايف السيل ممبر بالظبط، المربع اللي قصادك ده اهو، ليه حد هنا وحد هنا بس الكادر مش جايبه. ده هو، تخيل ده السيل ممبر قصادك اهو، في وشك اهو، عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن ليبيد باي لير عاين فيها كرات من البروتين. انا يهمني هنا البروتين شانلز اللي فيها تشانلز. يبقى دلوقتي انا قصادي ده ليبيد في كرات من البروتين فيها تشانلز، وانا موليكل، انا موليكل. يبقى اعدي ازاي؟ الطالب العادي يقول اعدي بطريقتين، يعدي في الليبيد سابستنس اهي اللي هي الطريقه الاولى، في الليبيد سابستنس، يا اما اعدي في البروتين شانلز، يا في الليبيد سابستنس اهي او في البروتين شانل. طالب الاذكى او في بوث، عشان كده كتبتها بالاحمر، يعني يا دي يا دي او الاثنين. يبقى الناس بتفكر عشان اعدي السيل ميمبرين في ثلاث طرق، يعدي في الليبيد سابستنس، يعدي في البروتين شانلز، يعدي في كليهما. شوف الموضوع لطيف ازاي، بس مفكر. الممبرين ليبيد وانا ماده بدوب في الليبيد، يبقى في مشكله. هو ليبيد وانا بذوب في الليبيد، يبقى دي احسن فرصه. نمره واحد للمواد اللي هي ليبيد سوليبل، هتعدي في الليبيد سبستنس على طول. وفي الحاله دي بقى الفاكتور اللي ما كتبوهوش، الديفيوجن ريت يبقى دايركتلي بروبورشنال تو ليبيد سوليبيليتي. كان لازم يكتبوها من ضمن الفاكتورز اللي هي دايركتلي بروبورشن، ازاي ما تتكتبش؟ دايركتلي بروبورشن للسوليبيليتي. مين اكتر حاجه في الدنيا ليبيد سوليبل وبالتالي تعدي؟ انا حتى بقول المثال بطريقه مش هتنساها مع حياتك. الغذاء والماء والهواء، فيها سجع اهو. مين الحاجه اللي لو حرمت منها ثواني او دقائق يتوفاك الله؟ الاجابه واضحه، الهواء. الهواء في ايه؟ في الهواء بالظبط، يعني ايه الحاجه اللي ممكن اديها لك لوحدها في الهواء وتعيش؟ اكسجين. فمش مصادفه انما تدل على انه وراء الخلق خالق، ان ربنا يخلق الاكسجين هايلي ليبيد سوليبل، اكتر حاجه ليبيد سوليبل. اقول لك حاجه، بعربياتنا بتعدي في الممبرين كان مفيش ممبرين خالص، مرور الضوئي من الزجاجي، مرور الضوء من الزجاج، كأنه ضوء بيعبر زجاج، في زجاج بس كأنه ملوش وجود، كذا يعبر الأكشن. يبقى حتى المثال مادة للتأمل يا شباب. يبقى دي أول طريقة. طب تاني طريقة، لو أنا مادة ليبيد انسوليبل، عاوز نفهم ما نحفظ، لو أنا ليبيد انسوليبل يبقى ضاعت فرصتي في الليبيد. يبقى فكر في البروتين شانل، وخد بالك بقى دي نقطة مش كبرها ناس كتير. هنا مش تبقى في طريقتين، مش دي طريقه ودي طريقه، دي قد دي 100 مره.
لان فكر اهو شاب مسطح الليبيد كبير ازاي. لو انت مش ليبيد سوليبل يبقى فرصتك بس في البروتين شانلز اللي بتمثل 1/100 من مسطح الممبرين، يبقى فرصتك تقلصت 100 مره. عشان ما يبقوش طريقتين زي في المحاضره بقعد اسمع الناس اللي بتشرح، ببتئس للي بيشرح وللطلبه اللي بتسمع. فاقد الشيء اللي يعطيه. الطالب طلع بان دي زي دي، في طريقتين، يا دي يا دي. ليبيد سوليبل دي حاجه وان سوليبل دي حاجه تانية. هتترمي بقى على الشانل اللي مسطحه 1/100، هتتقلص، هتقل فرصتك ل 1/100. طيب تاني ميزه مش عاوزين نحفظ، يبقى اللي رماني على البروتين شانل ان انا ليبيد ان سوليبل. ايه رايك الشانل دي كبيره ولا صغيره؟ صغيره، يبقى لازم ابقى سمول موليكولار ويت. طب والشانل فيها ايه؟ اتصور مفيش فراغات في الجسم، كل حاجه فيها ميه. ان التشانلز مفيهاش هواء، فيها ميه، يبقى عشان اعدي في التشانل اللي فيها ميه لازم ابقى ووتر سوليبل. بشوف طريقه جميله ازاي بقى. يبقى ايه مواصفات الماده اللي هتعدي في البروتين شانلز؟ ما حفظلهمش 1 2 3، مش كتاب. زي ما بقول نضال قباني بيقول، وهو يعني بلدياتي من سوريا، قلت لك ان انا امي من سوريا، ابويا من مصر. الحب بعض من تخيلنا على الارض، ان لم نجده لاخترعناه. انا باخد الجمله دي عنه وبقولها بالعكس. الفسيولوجي بعض من تخيلنا، ان لم نجده لاخترعناه. تخترع فسيولوجي مش تحفظ فسيولوجي. بص معايا، ايه اللي رماك على البروتين شانل على ضيقه؟ ايه اللي خلاك تسيب الليبيد سبستانس على اتساعها وتروح للبروتين شانلز؟ لان انا ليبيد انسوليبل، دي نمره واحد. ايه اللي وداك عشان تمر في البروتين شانل على ضيقها لازم تبقى سمول موليكولار ويت، وهي جواها ميه، عشان تعدي في الميه لازم تبقى ووتر سوليبل. يبقى مواصفات الماده اللي بتعدي في البروتين شانل لازم يبقوا ثلاثه. ايه اللي رماني على الشانل؟ ان ليبيد انسوليبل. الشانل صغيره يبقى لازم ابقى سمول موليكولار ويت. الشانل فيها ميه يبقى ووتر سوليبل. واحسن مثال يا شباب الاينز. طيب تخيل احنا اينز، حضرتك وانا والناس اللي اتصور انها قاعده حواليا هنا، احنا اينز وعاوزين نعبر هذا السيل ممبر اللي مرسوم قصادنا في الدياجرام. ايه اللي يحكم مروري؟ يحكم مروري شيئان، السيلكتيف بيرميابيلتي اللي هو النفاذيه الاختياريه، هيرضوا يفوتوني في التشانل دي ولا لا، والجيتنج لو التشانل دي ليها بوابه، البوابه فاتحه ولا قافله. حاجه برضو تتالف، نالف، ان لم نجده لاخترعناه. طب تخيل احنا مجموعه من الاينز واقفين قصاد التشانلز، ايه اول حاجه تحكم مروري؟ الدامتر. لو انا اكبر من التشانل هنتكلم في ايه؟ خلاص روح بعيد. يبقى اول حاجه الدامتر. طب تاني حاجه وبقول المثال، في عندنا نفق الشهيد احمد حمدي اللي بيصل شطري السينا العزيزه بمصرنا العزيزه، فلازم العربيه تبقى الدامتر بتاعها يدخل جوه النفق ده. طب افرض جيت حملوا العربيه دي باخشاب كده، الواح خشب بالعرض كبيره جدا، العربيه تقدر تدخل، بس شكلها بعد تحميلها الشيب برفرفه الخشب من ناحيتين ما تدخلش. واحد يقول لي طب ايه علاقه المثال ده باللي انت بتقوله؟ ده علاقه رهيبه. كل الاينز في جسمك محمله بميه، هيدريتد اينز، مفيش اين كده جاف في جسمك، كل اين شايل حموله من الميه. فلو شال حموله كبيره قوي مش هيعرف يعدي. وده بيفسر ليه الصوديوم مع انه في جدول مندوليف اصغر من البوتاسيوم، لكن بيعدي اصعب بكتير من البوتاسيوم. الصوديوم اصغر، كان المفروض يعدي اكتر من البوتاسيوم، لان الهايدريتد صوديوم بعد تحميله بكميات الميه بقى اكبر من البوتاسيوم بكتير. يبقى تاني عامل اصبح ال شيب. طب تالت عامل التشارجز. لو انا نيجاتيف والشانل عليها بوزيتيف، مرحبا، تعمل لي اتراكشن. لكن انا نيجاتيف وهم نيجاتيف، يعملوا لي بالشن اللي هي بسميها بطاقه الهويه. في ناس واقفه على النفق، انت تبعنا نعديك، مش تبعنا هنلفظك. يبقى شوف حتى الكلمه جميله، سيلكتيف بيرميابيلتي. على اي اساس وي سيلكت؟ يعني اخترنا، سيلكشن جايه من الكشن، يعني حتى سيلكت يعني يختار، الكت اللي هو بينتخب. على اي اساس هنسيلكت اين ونسيب اين؟ نمره واحد دامتر.
2 حمولة شيب، 3 تشارجز. نيجي العامل الثاني وهو الجيتنج. في بعض التشانلز نون جيتد، خلاص مفيش مشكلة، مفيش بوابة أساسا، زي فرغلي في فرع المهندسين، الراجل فتح 24 ساعة شال البوابة بتاع المانجا نون جيتد. وفي تشانلز جيتد عندها بوابات، يبقى لازم نفتحها، مش هعدي إلا إذا اتفتحت. طب وكيف تفتح الأبواب؟ برضو نرجع تاني في سولجي كما الحياة، الأبواب الموصدة أي المغلقة تفتح بطريقتين في الحياة. لما تنسى ارجع للحياة، الفسيولوجي كما الحياة. بعض من تخيلنا إن لم نجده لاخترعناه. البيبان في الدنيا نوعين، في بيبان بتفتح بالكهرباء، أروح في فندق في ريستوران محترم الباب مقفول، لما أقرب في بيم شعاع معين أقطعه تغير كهربائي يروح فاتح الباب عشان يحافظوا على التكييف جوه. طب لا تصور، عشان كده قلت يتوارى سور الصين العظيم امام السيل ممبرين خجلت، لان السيل ممبرين فيه فولتج جيتد شانلز. جيت شانلز اهي، خدها الانجليش عكس العربي، يعني اي حاجه ما تفهمهاش هم بيقولوها شمال يمين، انت اقراها يمين شمال. جيت شانل قناه، الجيت البوابات بتاعتها بتفتح بالكهرباء فولتج، هو الاكشن بوتنشال، فيسموها فولتج جيتد شانلز. يبقى ده اول نوع. طب بس باب بيتنا مش كده، وإلا كان كل واحد يقرب منها تفتح تبقى مسخرة. وما باب بيتنا ايه؟ باب بيتنا عبد لمن معه المفتاح، لايجن جيت، لايجن من كلمة سليف، عبد اللي معاه المفتاح يدخل. وتصور مرة تالي في سولجي كامل الحياة، هل أنا المفتاح ده بحطه في أي حتة في الباب ولا في مكان معين؟ في مكان معين، عندنا هنا نسميه الريسبتور. يبقى لما يتحد اللايجند اللي هو المفتاح مع الريسبتور اللي هو سبيشال ستراكشر في الممبر، عشان كده قلت لك الريسبتور، فاكر حته البريفرال بروتين، حته من الانتجرال بروتين، ما هو البروتين شانل ده انتجرال طالع منه حته كده اللي هي الريسبتور اللي بره، لما احط اللايجند الماده الكيميائيه دي في الريسبتور وادور يفتح الباب. ايه العظمه دي؟ والمفتاح ممكن يبقى من جوه طبعا زي الفسيولوجي كامل الحقيقه، اكسترنال لايجند، وممكن نفس المفتاح افتح بيه من بره او من جوه، يبقى في اكسترنال ليجند او انترنال ليجند. اكسترنال ليجند المثال ده الهرمون، حاجه من جوه تفتح الباب عشان حاجات تخرج زي الكالسيوم والسايكليك امبين انتراسيلولار كالسيوم. طبعا شفتوا يا ولاد الفهم بيبقى ازاي جميل، كأن بنتكلم على الحياه. يبقى لو انا هخلص الصفحه دي فقط وهكتفي بذلك، بس عاوز تتمتعوا بالفسيولوجي كما انا مستمتع بيه. عارف ليه؟ لأن كل مرة بقول في سولجي بتأكد من شيء واحد، أن وراء الخلق خالق. يبقى عاوزك كده لما يجي لك سؤال سيمبل ديفيوجن موليكيلز هتعدي لوحدها، تغمض عينيك كده وتتخيل الرسمة دي. أنا في مواجهة السيل ممبرين اللي هو عبارة عن ليبيد، وإفري ناو أند ذن في بروتين شانل. يبقى عدي إزاي؟ الطالب العادي يا في الليبيد سبستنس يا في البروتين شانلز يا إما في كليهما. لو انا ليبيد سوليبل مفيش مشكله، هي ليبيد وانا بدوب في الليبيد، يبقى دي احلى فرصه ادي في كل الممبرين زي الفل، ما عدا طبعا التشانل اللي هي صغيره قوي. وطبعا نسبه مروري تتناسب، ديفيوجن ريت يتناسب مع السوليبيلتي. والمثال ماده للتامل، الغذاء والماء والهواء. الهواء على وجه التحديد الاكسجين بيعدي مرور الضوء من الزجاج ان مفيش خالص ممبرين، ازيف ذا ممبرين ديد نوت اكزيست، كان لا وجود له. طيب لو انا ماده ليبيد انسوليبل يبقى انسى الليبيد، فكر في التشانل على ضيقها، يبقى لازم ابقى سموم ريكورويت والتشانل فيها ميه، يبقى لازم ابقى ووتر سوليبل. يبقى ما يقول لك ايه مواصفات الحاجات اللي بيعدي في البروتين شانل، هم يحفظوا احنا عايشينها. اللي رماني على التشانل ان ليبيد انسوليبل، تشانل صغيره يبقى لازم ابقى سموم ميكرويت فيها ميه، يبقى لازم ابقى ووتر سوليبل. واحسن مثال الاينز. طب من يحكم مروري؟ مجموعه اين واقفين قصاد التشانل، هيسلكت مين ودو نوت سلكت مين؟ يبقى السلكت برميابيلتي. وبالنسبه لنا كلنا الباب مفتوح ولا مقفول؟ يبقى الجيت. يبقى الفسيولوجي كما الحياه، سلكت برميابيلتي والجيت هيختارونا تبعا لثلاث اشياء عشناهم مع بعض. اهم حاجه الدايمتر،
نمرة 2 حمولة المية، لأن كل الأينز هيدريتد، وده اللي فسر لنا إحنا دون غيرنا ليه الصوديوم الأصغر بيعدي أصعب من البوتاسيوم. حمولة كبيرة بتاعت المية والتشارجز طبعا البوستيف، لو في نيجاتيف يعمل له أتراكشن، تعال أهلا وسهلا، لكن بوستيف بوستيف نيجاتيف ونيجاتيف ريبالشن نفور. نمرة 2 الجيتس، في تشانلز ملهاش جيت كما فرغاني في المهندسين بتاع المانجا، وفيها جيت